في إطار التوجيهات الرئاسية لزيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات الطبية، استضافت القاهرة مائدة مستديرة بعنوان التعاون في مجال الرعاية الصحية وزيادة الاستثمارات المصرية الإيطالية في علوم الحياة، حيث ثمن الدكتور أوراتسيو سكيلاتشي وزير الصحة الإيطالي الجهود المصرية في توفير خدمات صحية ذات شمولية وجودة فائقة، معربا عن بالغ سعادته لتعزيز التعاون وفتح آفاق مشتركة جديدة للاستثمار مع الجانب المصري. يوجد تعاون ثنائي بين مصر وإيطاليا في مجال الصحة والعلوم الطبية، وقد تم التفاهم لتعزيز التعاون في العديد من المجالات، خاصة حول مرض الثلاسيميا وبنوك الدم وبرامج الوقاية، مع التركيز على تبادل الكفاءات والخبرات وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات. علاوة على ذلك، تم وضع خطط عمل للتعاون في مجالات علاج الأورام والفحص والعلاج التشخيصي والوقاية وزراعة أعضاء الكبد والكلى والأمراض المعدية وغير المعدية وإدارة الصحة. ويستمر تدريب العاملين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في مجالات طب الأطفال وحديث الولادة وأمراض القلب والأورام والإدارة الصحية والقضايا الصحية المتعلقة بالسكان المهاجرين بالتعاون مع الجامعات والمعاهد والمستشفيات الإيطالية. وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي بيننا، أعتقد أن الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والتكنولوجيا الحيوية في إيطاليا ومصر يجب أن تزيد من تعاونها، وأود أن أشكر القطاعين العام والخاص لاهتمامهم ومشاركتهم. إن مصر بالفعل تمثل منصة مهمة للسوق المحلية والصادرات في مناطق إفريقيا والخليج والشرق الأوسط، كذلك تعد مذكرة التفاهم التي وقعتها صناعة الأدوية وأكاديمية ETS فارما واتحاد الصناعات المصرية خطوة مهمة نحو الاتجاه الصحيح.